اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين واعزائي المستمعين. صبري مشرفني منورتي. مساء الفل يا كابتن، اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل. كويس الحمد لله. احمد بشرف بوجودك، اهلا بيك يا كابتن، واهلا بصبري واهلا بكل المشاهدين. ماتش جامد، ماتش جامد قوي قوي. طبعا كان متوقع، يعني هو او المنتظر منه. يعني انت بتشجع مين انت؟ انا كنت بشجع ليفربول الحقيقه. وانت؟ ليفربول. طب ليفربول عشان صلاح ولا ليفربول؟ الاثنين يعني هو كره في ريال مدريد وطبعا عشان انت برشلونه اصلا. لا خالص، بس انا بشجع يوفنتوس وخدوا مني بطوله قبل كده فشايل منهم شويه. يعني عندنا بقى في مصر رابط كتير قوي، ريال مدريد ويوفنتوس وليفربول يعني انتشرت الروابط دي او ذاع صيتها في السنين اللي فاتت. طبعا كانت موجوده من قبل كده، من التسعينات ومن قبل كده كمان، لكن في السنين الاخيره خصوصا في الفتره اللي هي كانت بعد الثوره اللي الجمهور فيها ابتعد عن الملعب جدا. في الفتره دي ريال مدريد النهارده زعين تقرير الاف. في الفتره دي كمان الناس بدات تتجه اكتر للكره الاوروبيه. في جيل كده طلع في السنين اللي فاتت دي بقى كل توجهه او بقى ولاؤه اكتر للانديه الاوروبيه. مربوطه بالزمالك او الاهلي؟ مربوطه بابتعاد الجماهير عن الملعب. لا مش قصدي يعني اللي بيشجع ريال مدريد اكثرهم مثلا اهلاويه زملكاويه، اللي بيشجع برشلونه لا 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 ملهاش علاقه خالص. لا خالص لا. الموضوع كله ارتباط عاطفي. ايه الكره في الاخر؟ الموضوع عاطفي جدا. فانت ممكن تكون طلعت في وقت او وعيك الكروي بدا يتشكل في مرحله كان مثلا ريال مدريد هو المتفوق فيها، او تحصل حاجه. في ناس مثلا بتشجع ليفربول في فتره ليفربول كان فيها سيء اصلا. انما تحصل حاجات، تحصل مشاهد معينه، بتحصل حاجات بتخلي المشجع يرتبط بالنادي ده عاطفيا. ممكن يكون للقطه معينه، لقصه معينه، لكوره حلوه بتتقدم في الوقت ده، فيحصل ان خلاص حصل اللينك ده والارتباط ده، فبتفضل القصه مكمله. صح. يعني احمد، جمهور الاهلي كان بيشجع مين النهارده؟ جمهور الاهلي، ما هو زي ما قلنا كده ملهاش علاقه. يعني جمهور الاهلي فيه اللي بيشجع. لا بس في النهارده ان الاهلي كان يهمه النهارده ليفربول يكسب عشان ريال مدريد ما يعدوش. صحيح. اعتقد في الارقام في العدد. هو ريال مدريد معدي يعني، بس هي الفكره ان هو كان ريال مدريد اكتر هيفرق اكتر. البطوله بتاعت ريال مدريد بثلاثه، يعني خلاص هو خد بطوله اوروبا، في سوبر وفي كاس عالم انديه، فطبيعي ان هو هياخد الاثنين. فالبطوله بتتضرب في ثلاثه مع ريال مدريد، فالجاب بيوسع ما بين الاهلي وريال مدريد في الصراع ده. يعني ففي اهلاويه كتير طبعا كانوا حابين ان ليفربول يكسب من المنطلق ده.